مبدئيا يعني في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه إيران يعني منذ تنفيذ يعني ضربتها العسكرية ضد إسرائيل وتوعد إسرائيل بالرد، وهي تقوم ب يعني جهود دبلوماسية محمومة من أجل يعني لجم أو ترشيد رد الفعل الإسرائيلي، وبتقوم بهذه الجهود على مختلف المستويات، أساساً الدول العربية، ومؤخراً أدخلت تركيا الدول الإسلامية، وأيضاً الدول الأوروبية. فيعني هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة الزيارات التي قامت بها القيادات والمسؤولين الإيرانيين المختلفين لأنحاء المنطقة. تمت زيارة الأردن، العراق، سوريا، لبنان، قطر، السعودية، وحاليا يعني في مصر. فهذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه الزيارة لمصر لها طابع خاص، لأنه مصر بالنسبة لإيران بتمثل أهمية كبيرة، فهي دولة مركزية في إقليمها. مصر فيما يتعلق بالجهود الخاصة بمحاولات التسوية حاضرة منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، يعني بذلت أقصى ما يمكن من أجل وقف إطلاق النار، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، من أجل منع توسيع نطاق الحرب إلى آخره. فمصر ذات دور محوري فيما يتعلق بمحاولة ضبط الصراع وعدم توسيع نطاقه ليشمل المزيد والمزيد من الدول. ومن هنا هذه الزيارة مهمة. أيضا الزيارة لها بعد خاص بالعلاقات الثنائية الإيرانية المصرية. مصر وإيران من حوالي سنتين العلاقات بينهم آخذة في التطور وفي التحسن وفي الانفراج، وهذا بيعبر عنه من خلال زيارات متتالية لمسؤولين مصريين إلى طهران، سواء على سبيل المثال للعزاء في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، أو في الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد مسعود بازشكيان، أو في المحادثات الهاتفية على أعلى مستوى بين المسؤولين المصريين ومسؤولين الإيرانيين، خصوصا بعد طوفان الأقصى. وأظن أنه استقبال يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم يعكس هذا الاهتمام من الجانب المصري أيضا بهذه الزيارة، والاهتمام الكبير الذي تولي مصر ل دور إيران في من جانبها محاولة التهدئة.